تبقى العصائر واحدة من الأصناف التي يفضلها العديد من الأشخاص، خاصة خلال فترة الصيف. ويعد عصير البرتقال أحد أنواع العصائر الأكثر طلباً، كما أن هناك معلومة غريبة يتداولها الكثير من الناس، وهي شرب أكثر من 3 أكواب من عصير البرتقال في اليوم قد يضر بالصحة. فهل هذه المعلومة حقيقة أم خرافة؟ البرتقال طبعاً هو معروف من فصيلة الفواكه الحمضية، وبيحتوي على عناصر غذائية كثيرة، منها البوتاسيوم. والبوتاسيوم معروف أنه طبعاً بيقوي عضلات القلب، فارتفاع البوتاسيوم بنسبة عالية جداً مضر، وانخفاضه كمان بيأثر. بيحتوي برضو البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، هو فيتامين جيم، وفيتامين سي ضروري جداً مثلاً فيتامين سي ضروري لبغينا وتقوية المناعة، بيساعد في تقوية المناعة اللي هي بتحمينا من نزلات البرد والإنفلونزا. فيتامين سي برضو ضروري لنقصه بسبب مرض الإسكربورت اللي هو نزيف اللسة، وبرضو بيساعد في التئام الجروح، بيحتوي على مادة الكولاج، بيساعد في تكوين مادة الكولاجين، ويحتوي على الكالسيوم اللي هو طبعا ضروري لتقوية العظام، وكثير من مضادات الأكسدة اللي هي تحمينا من السرطانات. البرتقال من أشهر أنواع الحمضيات وأكثرها انتشارا، ويتميز بطعمه اللذيذ وأنواعه المتعددة واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل باقي أنواع الحمضيات. إذا تناولنا طبعاً النسبة اللي نحن محتاجين لها من فيتامين سي ممكن قد توفرها برتقالة واحدة، فإذا تناولنا 3 أكواب من عصير البرتقال، ده بيعتمد كم برتقالة في كل كوب. أحياناً 3-4 برتقالات تكوين كوب واحد، فعندما نتناول 3 أكواب فأنت أحسبي كم برتقالة في هذه 3 أكواب، بتكون النسبة عالية جداً من العناصر الغذائية اللي أنا ذكرتها. فإذا زاد مثلاً فيتامين سي بيزيد من، لأنه فيتامين سي كمان من فوائده بيساعد على امتصاص الحديد، يعني بيخلي الجسم يمتص الحديد، فزيادة على الزيادة الفائدة بتخلي الجسم يمتص نسبة كبيرة من الحديد اللي هي قد تضر بالبنكرياس والكبد وتسبب مشاكل. برضو زيادة الفائدة من البوتاسيوم، نحن قلنا بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فالزيادة الكبيرة في البوتاسيوم برضو إذا زادت نسبة البوتاسيوم بنسبة عالية برضو قد تضر القلب، لأن إحنا قلنا مرتبط بعضلات القلب. وفي بعض المرضى مثلا زي مرضى الفشل الكلوي، فبتأثروا بتكون نسبة البوتاسيوم عندهم مشكلة، لأنه أصلا بينظم نسبة البوتاسيوم في الجسم الكلى. فمرضى الفشل الكلوي المفروض ما يتناولوا برتقال زيادة لأنه محتوي على البوتاسيوم، فبترتفع نسبة البوتاسيوم عندهم بنسبة كبيرة، وارتفاع البوتاسيوم بصورة كبيرة ممكن يسبب إلى الوفاة. ما يميز البرتقال أن قشرته أيضاً تحتوي على مواد مفيدة، ومن الممكن تناول ثمرة البرتقال أو تناوله على شكل عصير أو تناوله بعد صنعه وتحويله لمربى البرتقال اللذيذ. بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من مرض الضغط ممكن يتناولوا مثلاً 2 كوب عصير في اليوم، لأنه في بعض الأدوية، أدوية الضغط اللي هي مضرة للبول، الأشخاص اللي بيتناولوا أدوية مضرة للبول لأنه هنا بتقل نسبة البوتاسيوم عندهم، إذا قلت النسبة عن النسبة الطبيعية فهنا ممكن يتناولوا عصير برتقال بنسبة زيادة على أساس أنه يعوض لهم البوتاسيوم. والبوتاسيوم مش بس في البرتقال، الموز برضو فيه نسبة عالية من البوتاسيوم. مرضى السكري هنا تبقى المشكلة، لأنه هو صح البرتقال من الفواكه، والفواكه عادة ما بترفع السكر زي السكريات الطبيعية والحلويات وهي الأشياء.
بعدما تعرفنا على هذه المعلومات عن عصير البرتقال، يفضل تناوله بكميات معتدلة دون الإكثار من شربه بشكل غير مبرر، فهو من الحمضيات التي قد تضر بالمعدة عند الإكثار منها. كما نتمنى للجميع الصحة والعافية.